نتيجة للتقلبات المناخية التي يشهدها العالم، تعيش مناطق متفرقة في كوكب الأرض طقسا يخالف طبيعتها البيئية، غير أن بعض الدول قد دخلت بالفعل مرحلة صعبة بعدما تم تصنيفها من بين أكثر البلدان تضررا من التغير المناخي، وعلى رأسها دول شمال أفريقيا كالمغرب والجزائر. ومؤخرا واجه سكان المحافظات الجنوبية والغربية في الجزائر أمطارا فيضانية لم تحدث سابقا في هذا الوقت من العام، ووصلت إلى 70 مليمترا في بعض المناطق، ما تسبب في اقتلاع الجسور وقطع الطرقات الرئيسية أمام حركة المرور، مع إلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة للمواطنين. وانتشلت عناصر الحماية المدنية أيضا في الجزائر ما لا يقل عن 6 جثث لأشخاص جرفتهم مياه الفيضانات في أودية تمن راست ونعمة وكذلك بيليزي جنوب البلاد، فضلا عن تسجيل عشرات الإصابات والمفقودين. وفي المغرب شهدت بعض المناطق جنوب شرقي البلاد سيولا جارفة أدت إلى مقتل 18 شخصا، وأدت أيضا إلى إصابة العشرات، مع تسجيل انهيارات في 56 مسكنا، وتسبب الأمر أيضا في تضرر 110 مقاطع طرقية. وفق وزارة الداخلية المغربية، فإن الأمطار خلال الأيام القليلة الماضية مثلت ما يناهز نصف مقدار التساقطات التي تعرفها المنطقة على مدار السنة، حيث تم تسجيل 250 مليمترا في إقليم طاطا، و203 مليمترات في التنغير، و114 مليمترا في فكيك، و82 مليمترا في ورزازات. وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة كانت قد أشارت في السابق إلى التغيرات المناخية التي ستشهدها منطقة شمال أفريقيا، كما سلطت الضوء بشكل أكبر على الجزائر والمغرب، محذرة من فيضانات كبيرة بحلول عام 2030. إذن للنقاش حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من الرباط. نرحب بالسيد أيوب كرير، خبير المناخ والتنمية المستدامة، أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذن فيما يتعلق ربما بالفيضانات، هنا نحن لا نتحدث فقط عن المغرب ولكن ربما عن منطقة شمال أفريقيا ككل، طالما أن الفيضانات شهدتها المغرب وأيضا الجزائر في الفترة الأخيرة، فهل هذه الفيضانات وهل هذا الطقس المتطرف يعتبر طبيعيا من الأساس؟ تحية طيبة لكم وللمشاهدين المتابعين الكرام. أولا نحن الآن في بداية فصل الخريف، وهذه الأمطار التي جاءت بشكل عاصفي قوي محملة بسيول جارفة أدت إلى خسائر في الأرواح وفي البنى التحتية. هذه الأمطار هي لا نقول هي غير طبيعية، لكن العالم الآن لدى مجموعة من الدول الآن أصبحت اعتيادية للضرر، لأن هناك تبعات لتغيرات مناخية قوية ستأتي لا محالة بمختلف الأشكال، وهذا شكل من أشكال هذه التبعات الخطيرة التي شرها الإنسان نتيجة لمجموعة من السلوكيات البشرية منذ عشرات السنين. بالتالي فهذه الأمطار هي غير عادية بطبيعة الحال، لكن بشكل عادي ستكون تبعات التغيرات المناخية على جميع الأصعدة، ومن جملتها هذه الأمطار الطوفانية التي نلاحظها على غير العادة في مناطق كانت إلى أمد قريب تنعدم بها الأمطار إلى عدد قليل من الأيام فقط في السنة التي تهطل بها أمطار وعلى قلتها، لكن الآن هذه المناطق الشبه الصحراوية ممتلئة بمياه طوفانية جرت ويعني اشتتت، يعني ذهبت معها أرواح وبنى تحتية وخسائر فادحة. الآن هناك تقريبا حوالي 18 ضحية إلى جانب عشرات من المفقودين، وبالتالي فهناك خسائر فادحة. وبالتالي الطبيعة المسألة هي ظرف، هي عملية مناخية جاءت نتيجة لمجموعة من التبعات لإجراء تغيرات مناخية، وأيضا من جانبه طبيعة المنطقة ونوعية بنية التربة للمنطقة والبنى التحتية للمنطقة التي تختلف وتساعد
في مدى تأثير هذه الظروف وهذه الكوارث على واضح. المجال وعلى نعم. الإنسان. يعني طالما أنك تؤكد هنا أن هذه الأمطار والفيضانات تأتي في إطار تغيرات عامة يشهدها المناخ، وبالتالي هناك من يقلق ويقول أن هذه فقط مقدمة لما سيحدث فيما بعد وهو سيكون أخطر بكثير، يعني هل يجدر علينا القلق هنا؟ الحقيقة الوضع مأساوي جدا، والعالم كان إلى أمد قريب يستهتر بتبعات التغيرات المناخية بالمناخ وسلوكات الإنسان التي تؤثر على المناخ، لكن الآن وكما في كل سنة مثلا مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة أكد على أننا وصلنا إلى نقطة اللا عودة، وصلنا إلى نقطة يمكن أن تكون مدمرة للكوكب، وبالتالي فهذه أقول لا يعني ليس نظرة سوداوية ولكن بناء على إحصاءات وأرقام علمية وأبحاث. نعم. الآن سنصل إلى نقطة يعني تؤثر على مختلف أنحاء العالم وستتسبب بكوارث فظيعة جدا تؤثر على الإنسان، تؤثر على المجال، تؤثر على الحيوان، تؤثر على كل المجالات الاقتصادية الاجتماعية البيئية على الخصوص والصحية، وبالتالي فإذا لم يعني هناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية للمناخ للماء ومع ذلك ليس هناك يعني تنظيم وليس هناك أجراء للاتفاقيات الدولية والإنسان ما زال يستهتر عبر مجموعة من الممارسات وعبر مجموعة خاصة من الدول الكبرى، لكن العالم الآن يتأثر بشكل ليس هناك عدالة، ليس هناك عدالة مجالية في طبيعة تأثيرات هذه المناخية على مجموعة من الدول. الآن نلاحظ أفريقيا ليست من القارات التي تساهم بشكل كبير في تبعات التغيرات المناخية لأنها ليست ملوثة، ولكن هي القارة الأكثر تأثيرا وتأثرا بالتغيرات المناخية، وهذا ما نلاحظه في الدول الشمال أفريقيا التي هي من أكثر الدول الأفريقية تأثرا بالتغيرات المناخية وستتأثر بشكل كبير الآن الأمطار الطوفانية، هناك جفاف، هناك قلة المياه وما إلى ذلك. نعم، طالما أن حتى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بنفسها حذرت وذكرت بالتحديد دول شمال أفريقيا وبالتحديد المغرب والجزائر بأنها من بين الدول التي ستشهد هذا الطقس المتطرف في السنوات القادمة، هنا السؤال، هل البنية التحتية في هذه الدول قادرة على أن تتحمل تلك الظواهر الطبيعية القادمة؟ للأسف الشديد وأقوله بكل صراحة أن تبعات التغيرات المناخية تؤثر بشكل أكبر على البلدان التي غير مستعدة من ناحية البنية التحتية وغير مستعدة لما ستترتب عليه هذه المتغيرات المناخية. للأسف مع بعض الجهود، أقول هناك ليست جهود ولكن هناك جهود حثيثة، مثلا إذا تحدثت عن المغرب هناك جهود متسارعة وجهيدة جدا جبارة لتخفيف من هذه التبعات التغيرات المناخية، ولكن أقولها بأننا لسنا مستعدين بعد كليا وبشكل بنسبة كبيرة، لسنا مستعدين بالشكل المطلوب في لمواجهة تبعات التغيرات المناخية وأخطار وكوابيس، أقول كوابيس التي ستأتي جراء التغيرات المناخية والتي ستصيب بدرجة أولى الدول الأكثر هشاشة، الأكثر دول الاقتصادات المنخفضة ودول البنية التحتية ومن جملتها الدول العربية على الخصوص دول شمال أفريقيا. رغم الأخطار التي تتمثل فيها هنا الأمطار والفيضانات وما إلى ذلك، هناك في المقابل من يستبشر بالعكس بهذه التغيرات ويقول إنها مسألة إيجابية لأنها تضع حدا لدورات طويلة من الجفاف، يعني فماذا تعلق على ذلك؟ للأسف الشديد ما مثلا إذا أخذنا نموذج الذي أصاب الآن والذي تعانيه المناطق الجنوبية الشرقية المغربية، هي ليس أمطار، هي فعلا أمطار لكن ليست بالأمطار التي تساعد في زيادة هذا المحصول الزراعي أو مساعدة في أن تكون سنة فلاحية مثلا أو تخفيف من جفاف المنطقة، هي أمطار طوفانية، بالعكس هي تدمر البنية التحتية، تدمر الأراضي الخصبة، تدمر النخيل وواحات من النخيل وغابات ومناطق زراعية شاسعة تدمرها بين على حين غرة يعني بشكل مفاجئ، وبالتالي بالعكس هذه ما نشاهده الآن هو مدمر أكثر بشكل عنده له بعض الإيجابيات، فعلا إيجابيات تتمثل في المخزون المائي الذي سوف يعني يزداد يتعزز المنسوب المائي الآن الذي هو أيضا في انضطار الآن سيتعزز بشكل شبه يعني متوسط وإلى منخفض، لكن
التأثيرات السلبية أكثر بكثير من التأثيرات الإيجابية، وهذا ما نشاهده الذي مثل الاقتصاد، مثل البنى التحتية، البيئة، والإنسان والمجال وعدة. نشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من الرباط، السيد أيوب كرير الخبير في المناخ والتنمية المستدامة. ختام المشهد الليلة، إلى اللقاء.